السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا شوف الفوضى اللي في البيت، شوف يا عامل جماعة ازاي. النهاردة تاني يوم متعب قوي. احمد بيسلم عليكم، أيوة هو اللي ساعدني. تعالوا بس نشوف الاول، شوف أنا الفوضى. برضو عملت البتاعة دي مع ماما، الغيفة دي اللي تقعد على الدم بدون. تعالوا بس الاول يا أيوة احمد، تعالوا، بصوا احنا قلبنا البيت كله، شوفوا البيت عامل ازاي، قلبنا كل حاجة، وشلنا السداديت وكل حاجة. شلنا كل السجاد وكل حاجة. اهم حاجة عايزة اقول لكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. انا شلت كل حاجة وقلت بقى اعمل شغل العيد قبل رمضان، النهاردة الاربع ورمضان ان شاء الله هيكون السبت. مش عارفة بقى الفيديو هيشير امتى. المهم بصوا دي اوضة الجنة والتوت عامل ازاي، انا قلت اعمل قبل رمضان بقى علشان في رمضان هيكون مش فاضيين خالص ان انا اعمل شغل العيد، لان بعد يا جماعة العيد على احنا طول. استنى يا احمد، ممكن اقول حاجة؟ ماشي. بعد العيد على طول امتحان جنة وتوتة، يعني رابع يوم العيد، فقلت بقى ايه اظبط البيت كده قبل العيد ما يجي، وقبل كمان الامتحانات، وهنبقى بنذاكر في رمضان وهنبقى مشغولين. وعلى فكرة انا عندي برد، ادعوا لي ان ربنا يشفيني، عندي برد شديد جدا ايوه يا جماعه، وربنا واحنا يستر. لسه هنعمل حدث طويله قوي، يعني هنطيع طياب ولسه هنمص ومش عارف ايه. مش انا اول حاجة اهي اوضة الجنة زي ما انتم شايفين كده احنا بنغسل ظبطتها، بس وكمان احنا كنت مش مشغلة طيبين. الغسيل، وتوتا ساعدتني بصراحة. وجنة بقى بصراحة كانت مشغولة عشان عندها كذا درس ورا بعض، ايوه فما ظهرتش معانا توتا في الفيديو. صويتنا وانا باي. دلوقتي دي أوضة جنة وتوتة، وعارفين طبعا لسه الجو برد، فكل واحد بيتغطى كده ببطانيتين، فانا ظبطتها وشلت كل حاجة فيها، وحتى تخرت السرير وكل حاجة، وهورالكوا في الاخر بقت شكلها عامل ازاي. طلعنا بقى للصالة، كنسنا السجاد الاول، وبعد ما كنسناه ايوه كنسة حلوة كده وبعدين شلنا شلناه. السداد، وبعدين بقى تناسي التراب اللي توتا تحته. بصراحة بقت تساعدني، وانا ايوه جالي برد وتعبت جامد، انا كان عندي برد بسيط بس تعبت بزيادة بقى. شلت الليفينج زي ما انتم شايفين كده، انا انا تعبت يا بطلع. جماعه برضه. والله يا احمد تعب معايا بقى، يشيل ويحط معايا، هو بيحب كده على فكرة. انا بعمل ايه بقى، ان انا بتاخر الكراسي كده، بص لقيت مصيبة احمد عاملها، الشنطة دي كانت مليانة اقلام كتير كده، راح لقيتها ورا الليفنج، كنت بدور عليها مش لاقيها اصلا. شلت كل حاجة وشلت الليفنج بصوا، وشلت هنا كمان زي ما شايفين كده الانتريه، شلت كل الحاجات دي من مكانها، كل حاجة اشتريت من مكانها، ما كانش في حاجة في مكانها خالص. وشلت السجاد زي ما قلت لكم، ان انا ايه كنسته الاول وبعد كده نفضته تنفيضة جامدة. انا مش مصوره بالتفصيل الممل، يعني انا مصوره ايوه يا كده ايه جماعة، ماما على احنا السريع بنصور كده بسرعة عشان ومجريه الفيديو، يعني انا مش بعمل كده بسرعه كده، احنا بنعمل ببطء. ايوه عشان بابا داي. بصوا بقى احنا ايه، ده بقى اللي فاضل الاوضه دي، واحمد ايه بيحب يصور، بيحب يصور قوي يعني مش عارفه انا ليه. شاي يا جماعة. بصوا بقى بعد ايه ما عملنا كده، اول حاجة بدأنا بيها الليفنج، وبعدين رجعت كل حاجة مكانها تاني اهو. ايوه واحمد بقى قال لنا رص الخضريات ايوه الصغيرة دي، فبعدين رصها كده زي ما انتم شايفين، يا عمال يرص جماعه شكل فيها. ما انتوا شايفين احنا وقنا طول حاجه. انت كمان جالك برد تقريبا احمد، تعدى مني زي ما انتم شايفين كده رصها، برافو عليك يا احمد. وانا بدأت ايه، ان انا بعمل الاول جنب الحيطة كده بمسح، يعني بكنس وامسحها وارجع الحاجة دي، اسهل حاجة بعمل بيها يعني حتة بحتة دول كده. لابسين الشباشب يا جماعة، وبعد كده بظبط ومسحنا تمام برجع كل حاجة وتنسنا مكانها تاني. وحطينا كنت السداد. مشغلة بقى المراوح، استنى يا احمد بس عشان اتكلم، كنت شغالة المراوح بقى عشان تنشف بسرعة، وبعد ما نشفت بدأت ان انا ايه افرش السجاد، وفرش السجاد وظبطت الدنيا. يا جماعة بصراحة كان يوم متعب، والله كان يوم مرهق قوي، وانا تعبت برضه. احمد تعب جامد ورجلي وجعته، عشان بصراحة ساعدني كتير، انا معلش انا وقعت كنت على بعمل. اي تشوفوا دلوقتي بقى هو عمل ايه برضو ساعدني. بصوا زي ما قلت لكم بقيت اعمل حتة بحتة، ولما
الدنيا نشفت، شغل المراوح، بدات ان افرش السجاد. ما كانش فاضل بقى الا الاوضه دي، شيلنا برضو كل الحاجات اللي فيها. يعني في التصوير بيقولوا ان احنا ايه بنخلص بسرعه، بس الحقيقه بقى غير كده خالص، ان كل حاجه بتاخد وقت ومجهود وتعب. وشيل السجاده دي برضو، وتوتا هي مسألة لا تعالى مسح زي ما شايفين كده، ومسحت وفرشنا تاني. غير بقى ما بجيبناش، واحنا بننفض الشبابيك وبنظبطها، فعشان الفيديو ما يبقاش طويل برضو زي ما شايفين كده. ورجعنا الفرشة تاني، توتا ساعدتني وانا ورجعنا كل حاجة مكانها تاني. انا اللي كسبت في التحدي يا نماها. بس كنت عامله ما بينهم تحدي، قلت اللي هيخلص بسرعه كل واحد كان عليه يعمل حاجه يعني. فزي ما انتم شايفين كده رجعنا اللي هو انا اللي خلصت الاول يا نماها. رجعنا القعده العربي دي مكانها تاني اهو. ونسينا بقى نحط الستاير، لان انا بحط ستاير وراه ما بفتحش الشباك ده خالص عشان التراب، الشباك ده على الشارع احنا تقريبا ما بنفتحوش خالص. وبدانا ان احنا بقى ايه نرتب كل حاجه ونحطها مكانها. ايوه شايفين كده. وتوتا بقى ساعدتني اهي في الاخر، هي واحمد. فاضل بقى موال الجنينه، بقى الجنينه عايزه لها يوم لوحدها عشان هنكنسها ونرشها. بس احنا ده بقى ما عملناش كده عشان كنا تعبنا قوي، كان يوم متعب بصراحه. احنا تعبنا جدا فعلا، يعني ما تفكروش ان هو بالسهل ان احنا نشيل السجاد ونحط السجاد ونطلع كل حاجه من مكانها. ايوه لا ده صعب قوي، لو ضربتوها هتصعبوا قوي يعني دلتهم هتوجعني وكل حاجه في دشمته. سلو عمال يقول جسمي وجعني ورجلي بتوجعني. بس بقى عملنا كل حاجه، كان فاضل اخر حاجه بقى ايه، عملنا الانتري والليفنج والقعده العربي والسقوط الجنه. وتوت اهي نظفتها، وكنت مطلعه السرير من مكانها كمان، بس عشان ما اطولش عليكم في التصوير زي ما انتم شايفين كده بقت جميله ومرتبه. ده جماعه شكل الشقه بعد ما خلصت اهو، عايزه اوريكم بقى شكلها بقى جامد بصراحه. لما بعد ما نضف البيت واعمل الحركه دي اللي انا بشيل كل حاجه ورجع مكانها تاني، بقى مبقاش فيه تراب خالص ولا اي حاجه. واحنا اختصرنا لكم الموضوع، يعني ما صورتش كل حاجه، احنا نضفنا الشبابيك والبلكونات وعملنا كل حاجه. فاضل بس حاجة. الجنينه هنعمل لكم روتين برضو، واحنا بننظف الجنينه. وفاضل اهم حاجه في البيت، يعني عملنا البيت كله، فاضل أيوة. اهم حاجه المطبخ. فاضل المطبخ نعمله بكره بقى، عشان بجد بجد احنا تعبنا تعبنا قوي قوي. بس احمد لازم يترسم عليا، ليه كل ما اجي اصور يقف قدامي، بيحب التصوير. المهم دلوقتي احنا جوعنا، ورحنا بقى أيوة. فرمنا اللحمه وعملنا عصير. بصوا العصير ده، ايوه عصير احمد عمله هو وتوتا. كل سنه وانتم طيبين. بس انا جبت طبايه ليا. احنا على فكره يا جماعه اللي عملنا فيديو قبله، لو ما شفتهوش انزلوا وشوفوه. صح، الفيديو بقى اللي عملنا فيديو البرتقال ده وعصرناه وعملنا فيه تحدي. وبص بقى فرمت اللحمه أيوة. عشان بقى ده كيلو لحمه، ده وانتوا لحمه عاوزين نعمل بقى عشان رمضان. بس عملت لهم برجر دلوقتي أيوة. كنا جوانا بصراحه انا كان نفسي اكل فراخ، لاني كنت أيوة. مرهقه، كنت محتاجه ان انا اكل فرخه لوحدي، وانا بحبش البرجر اصلا. بس عملته وكان طعمه جامد. في اخر الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لنا لايك، واللي مش مشترك